الوالدين شيء. صباح الخير يا اخواني، في موضوع لو نتكلم فيه يا اخواني جدا مهم في الدنيا ومهم في الاخره، اللي هو يا اخواني رضا الوالدين. رضا الوالدين شيء مهم كثير كثير عند الله سبحانه وتعالى. فيه ناس في الدنيا اسلوبهم قاسي مع والديهم، ما يعطيهم وجه، ما يكلمهم، ما يسلم عليهم، ما يروح لهم. كان ما عنده ربي سبحانه وتعالى اخواني ان شاف امك وابوك راضي عنك فهو راضي عنك. اسلوبهم قاسي مع والديهم، ما يعطيهم وجه، ما يكلمهم، ما يسلم عليهم، ما يروح لهم. كان ما عنده ربي سبحانه وتعالى اخواني ان شاف امك وابوك راضي عنك فهو راضي عنك. رضى الله من رضى الوالدين. ايش هذا الاسلوب اللي قاسي معه؟ ليه ما تهرجه؟ ليه ما تدق عليه؟ ما في احد في ذا الدنيا عليك، ما في احد احن عليك في ذا الدنيا الا امك وابوك. اتحداك تلقى لي احد يتمنى لك انك تجي اطيب منه غير امك وابوك. اتحداك تلقى لي احد يتمنى ان التعب والشقاء واي شيء يتعبك انه يجيهم ولا يجيك الا امك. ليه ما تهرجهم؟ ليه ما تسلم عليهم؟ ليه ما تقول سم لبيه أبشر حاضر عيوني لك؟ ليه ما توددهم؟ في يوم كبرت خلاص ما عاد صرت تحتاجهم، ما عاد تسلم عليهم، ما عاد تدق عليهم، ما عاد تقول ميدهم لبيه أبشر وش انقصكم أنا بيديكم. خلاص فين بتغدي من ربي؟ هرجي فين بتغدي من ربي سبحانه وتعالى في يوم الآخر؟ روح في الدنيا أضحك تمشي لعب، في الآخر فين بتروح من ربي سبحانه؟ دعتكم والديكم يا أخواني، دعتكم هم في منطقة وانت في منطقة، عندك شغل تبغى تنجز بتأخر عندك علومكم أخباركم ينقصكم حاجة، كيف صحتكم شو علومكم، لا تقطع التواصل عنهم، لا تتواصل عنهم. أنت اللي قاعد تسمع ذي الحين طول من أمك وطول من أبوك بعيدين عنك، دق عليهم، ربع تلفوا عليهم، سلام كيف الحال، طيبين شو علومكم، كيف صحتكم، كيف أموركم، ينقصكم حاجة، أموركم زينة هم أنتم راضين علي. وداعتك أحسن الله في حق هذا اليوم يا أخواني، أن الله يرزق. هذا كان موضوعنا، والله يستر علينا وعليكم إن شاء الله، من الله يرزقنا وللوالدين إن شاء الله. لا إلا الله يسلمت السيارة. إيه أنت مكسور شيء؟ قل بكي إيه حي هذاك طيب يا سعد، طيب قاويت. أحس أنت مصدوم ولا في بلا ولا المستعان.